متابعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أينما كنتم. من المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة والفنون والآثار وضمن منهجها الخاص بتقديم التقارير الثقافية والفنية المنوعة، نطوف اليوم معكم في أرجاء التاريخ القديم. وطبعا سوف نتناول في حلقتنا لهذا اليوم عن مناضلة جزائرية وهي غزالة بنت عمار، وهي امرأة جزائرية حققت نجاحا وشهرة واسعة في مجال مقاومتها للاستعمار الفرنسي. أكيد سوف تتساءلون كيف هذه المرأة التي ابتكرت أسلوبا جديدا في حماية شرف النساء أبان الثورة الجزائرية، حيث أنها كانت بمجرد سماع هدير سيارات العدو الفرنسي تصعد مباشرة لسطح منزلها وتصيح على النساء فيأتين إليها راكضات نحو فناء المنزل، فتمسك كل واحدة يد الأخرى ويتحولن إلى كتلة بشرية واحدة تقاوم جنود الاحتلال. وإذا حاول الجنود الفرنسيين سحب أي امرأة جميلة والاعتداء عليها، أمسكت بها أيدي عشرات النساء، فيكون ذلك حائلا دون الاعتداء عليها وهروب الجنود الفرنسيين ويفر من المكان فورا. كما أنها ابتكرت عصير البصل الذي يوضع في زجاجات وترش به جسد المرأة عند اقتراب أي جندي فرنسي منها، كما وتلطخ وجهها وأطراف وجهها أيضا وجسمها بالفحم المتراكم على القدور المصنوعة في ذلك الوقت من الطين والبخار ومن آثار الدخان الحطب، إضافة لوضع قطعا من الثوم في أنوفهن وفي شعورهن، وذلك اعتقادا منهن بأن هذه الرائحة القذرة أو هذه الرائحة المشمئزة سوف تنفر هؤلاء الأعداء الفرنسيون. إضافة لكل هذا، حيث كانت جماعة من هذه النساء تركض إلى الإسطبل وتلطخ وجهها وملابسها بروث البهائم والوحل، فينفرون هؤلاء الجنود بسرعة مذهلة عندما يشتمون هذه الرائحة المقززة. وعندما اكتشف العدو الفرنسي بأن هذه المرأة وهي غزالة بنت عمار كانت من تخطط وتفعل وتبتكر هذه الحيل، قصدها ضابط وحطم قفصها الصدري بعقب رشاشة، فاستمرت هذه المرأة المناضلة البطلة 3 أيام تتقيأ دما إلى أن فرغ جسدها منه ولفظت أنفاسها الأخيرة. وقد كان هنالك مصور فرنسي وقام بأخذ صورة لها، وكان مرعوبا حيث ذكر من خلال مذكراته: إنني لم أخذ في حياتي كلحظة التقاط صورة لهذه المرأة البطلة. تحية إجلال وإكبار لغزالة بنت عمار تلك المناضلة الجزائرية، وتحية خاصة للشعب الجزائري الشقيق. متابعينا، تقبلكم بإذن الله تعالى في تقارير فنية وثقافية جديدة. تقبلوا مني أطيب التحيات، كانت معكم في الإعداد والتقديم الأعلامية سوزان زنكنة. إلى اللقاء.